مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة حلو كتير سهلة وبسيطة وعن جد طيبة رائعة. مهلبية المانجا تتحضر بوقت كتير كتير بسيط وكتير كتير طيبة، وشايفين الشكل بيحكي عن الطعمة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط عصير مانجا، حطينا 3 أكواب عصير مانجا، كمان بضيف جلع مانجا، ملعقة طعام سكر، ملعقتين طعام نشا. حابكم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد الخليط بهيدا الشكل، هلا منطفي الغاز وبحطهم بكاسات. اسهل واطيب مهلبية ممكن تعملوها، كتير طيبة وبتبورد على القلب بعز هالشوبات. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي ساعتين. هيدي مهلبية المانجا بعد ما حطيتها بالبراد ساعتين وجمدت منيح. عنا هون مانجا قطعتها بهيدا الشكل، هلا بنحط على الوجه بزين بالمانجا تعطي شكل كتير رائع. بنحط هيك عرق نعنع بيعطي كتير شكل حلو عالجنب بهيدا الشكل. رح حطه هيدي مهلبية المانجا اللي عملتها انا وياكم، شكل مثل ما شايفين بشهي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.